الفرقة أدت الشوط الأولاني بشكل جيد، أداء كان متوازن. صحيح صن داونز ظهر بالشوط الاولاني بالذات بشكل كويس، وراح بكورتين في اول اللقاء خطيرين الشناوي قدر يتعامل معاهم بشكل كويس، لكن بعد كده اللعيبه تماسكت وادت مباراه جيده، ومعظم اللعيبه بس خاصه علي معلول واجاييه واليو ديانج دول كانوا متفوقين قوي. خشافك اجايه ده كابتن؟ اجاييه مش هو مش يعني تقدر تقول ان انا كنت ساعتها في الجهاز مع مستر ده انا كنت بقى عندك، فاكر انت؟ ايوه فاكر؟ صراحه كابتن اسامه كان بيقول لا هو لعيب كويس، كان هو لسه جاي برضه ما خدش على الفريق، ولكن مع الوقت قال لي استنى هتشوف اللعيب ده بامانه يعني. اتفضل كابتن. انا كنت في الجهاز طبعا وشفنا اكتر من لاعب ومنهم اجاييه، وانا اجاييه عشان كان لاعب قدامنا في المنتخب الاولمبي النيجيري لما كنت انا مع في المنتخب المنتخب الاولمبي مع الاولمبي مع كابتن كابتن حسام. حسام البدري، فعارفه كويس واستقرينا عليه بقى كجهاز سيد عبد الحفيظ وانا ومستر مارتينيول والجهاز المعاون كله عظيمه يعني، استقرينا عليه لما شفناه، وانا كان عندي خلفيه عنه ان انا بقول لك لعب ضدنا هو في فارق المنتخب في الاولمبي. الماتش ده الصراحه كابتن، هو معلول صراحه بامانه كانوا يعني. هايلين، بص من احسن، رغم ان انا طبعا كل واحد بيبقى ليه وجهه نظر، في ناس من بعض الجماهير النادي الاهلي ممكن تكون ما بترتاحش قوي لاجاييه، في بعضها مش كل طبعا ممكن معظم، لكن معلول واجاييه من افضل اللعيبه المحترفين اللي مروا في تاريخ النادي الاهلي، يعني في لعيبه محترفين جم في ال 20 30 سنه اللي فاتت بالنسبه للنادي الاهلي، معلول واجاييه من افضل الناس اللي جم، يعني لما تتكلم على هو مثلا بس الناس فلافيو. بتتلخبط، اقول لك ليه كابتن؟ هو ساعات جايت لي في وقت سريع، في وقت بطيء، في وقت بي 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 بيستلم الكوره وبيعرف يراوغ، وقت تاني مش يعني، ده بيحصل لعيب الكوره كتير. بيحصل، لكن تعالى لماتشات كتيرة جدا في الدوري، في إفريقيا، في في مباراه كبيره زي الاهلي مباراة كبيرة والزمالك. أهلي والزمالك، مؤثر جدا. أولا عنده 3 4 مميزات مش سهلين، طبعا قوته البدنية وجهده غير طبيعي، جهده كبير، من اللعيبة اللي جهدها كبير، فأحيانا حتى لما بيكونش مش موفق كلاعب عنده كمية جري كتيرة جدا بتساعد لعيبة الوسط بتوع النادي الأهلي، صحيح. ودي من المميزات على فكرة في فرقة النادي الأهلي، إنه عنده لعيبة الوسط اللي بيلعبوا على الأطراف عندهم كميات جري كبيرة، زي رمضان صبحي، زي أجاييه، زي حسين. حسين، عندهم كميات جري كتيرة، فبيساعدوا المدافعين وبيساعدوا وسط الملعب. ده بقولك لما بيكون وحش، لكن تعالى بقى في الجانب الآخر، أولا بتحرك كتير جدا، يعني ما بيلعب سواء رأس حربة أو في الجناح الشمال زي الماتش اللي فات، عنده تحرك بدون كورة كتير جدا، لعبه سهل، بيسهل، ما عندهوش صعوبة في اللعب، هو مش مهاري اللي هي المهارة، في لعيبة يعني بيعتمدوا على مهارتها قوي، زي هو لعيب سهل مثلا زي ما انت قلت يا كابتن. بيلعب سهل، سهل بيتحرك سهل كتير، الممتنع. بيعرف يروح يجيب جون. تتفق معايا ان هو بيحب الثنائيات يا كابتن؟ ايوه يعني فكره الثنائيات لما كان مع عبد الله كانوا بيعملوا شغل، مع معلول يعني الفتره دي بيعملوا شغل كويس جدا، حته الثنائيات طبعا، ما انا يعني قلت لك مهمه ان جدا انت بالنسبه له. علي مع جاييه لعبه سهل وبيسهل على زمايله اللي جنبه، صحيح. فتملي اللي لعبه سهل ده اللي هو بيلعب من لمسه واحده، لمسه ولعبه، وبيتحرك كتير، بيحب اللي هي الحاجات اللي فيها وان تو هات، فيها حاجات هاتو يعني تجري وتحط له وهو يحط كده، يعني بيلعب متحرك كتير، ففعلا كان عامل شغل كويس مع عبد الله سعيد، ولما بيلعب على الطرف، ودلوقتي مع قفشه واجاييه وشحات او وليد لما بيلعب، او رمضان لما بيلعب، وزي ما قلت لك كان هو وعلي معلول نجمي اللقاء في مباراة الأخيرة صن داونز. صن داونز. طيب